الاسم الحقيقي ديالي العمري محمد، الاسم الروحي ديالي آدم الرباطي، راعي كنيسة وخادم الرب. اعتنقت المسيحية في الثمانينات، راعي كنيسة المجد في تمارة، كنيسة بيتية حلينها المؤمنين العابرين اللي خاصنا نتابعوا معهم النمو الروحي ديالهم. هذه الكنيسة هذه عندها برنامج تعليمي للعابرين، تنعطيه دروس في أسس الإيمان، تنجمعوا فيها مرة بعض الإخوان اللي تيجيو عندنا من الرباط، اللي تيجيو عندنا من سلا، اللي تيجيو عندنا من الصخيرات، تنجمعوا تنديروا ترانيم، تنديروا عيضة، تنديروا الطقس الكنسي ديالنا، كسر الخبز وتأملات. كذلك تنقوموا بإعداد ناس اللي نحاولوا نحيدوا منهم ذاك الخوف، لأن احنا كمسيحيين الخوف والإيمان ما تيتجمعوش في القلب، الخوف عندنا خاطئة. تنحاولوا ذوك الناس نحيدوا منهم ذاك الاستثمار اللي استثمروه الناس القدام، تيخلي المؤمن ديما اللي يخاف ويعيش تحت الظلال. حنا تنحاولوا نشدوا هاد الناس هادو، ونحاولوا نعلموهم، ونحاولوا نثقفوهم في أسس الإيمان، شنو هي المحبة، شنو هو رسالة المسيح، باش يكونوا تهما سفراء للمسيح في الأرض، ويخرجوا ويقوموا بالواجب ديالهم. هذه نقطة. وتنتعاملوا مع عدد الناس، عندنا اتصالات مع عدد الناس من جميع التراب المغربي، تتصلوا بنا ناس عابرين اللي تيبغيو أسئلة، عندهم أسئلة في راسهم تيبغيو أجوبة، تنتعاملوا معهم وتنتراسلوا معهم. واغلب اللقاءات ديالنا عندنا غير بوسائل التواصل الان. كاينين اكثر من 8 المدن اللي متمركزه فيها عدد المسيحيين بزاف. كاين الدار البيضاء، كاين اكادير، كاين مراكش، كاين طنجه، كاين وجده، كاين قنيطره، كاين مدينه الرباط. كذلك عندنا كاين العيون والمناطق الصحراويه اللي الان واحد يعني يوميا كاين الناس يؤمنوا بالسيد المسيح، وايمان يعني ايمان صادق، وتتعمدوا وتتجمعوا في كنائس، ويعني السيد المسيح تلمس قلب المغاربه. المسيحيين في المغرب الان ولاو عائلات، عندهم وليدات، والجيل الثالث يمكن تنتمي للكنيسه الانجيليه. المغرب الفكر الإنجيلي هو اللي منتشر فيه، المذهب الكاثوليكي والأرثوذكسي قلال ما كاينينش، لأن ما كاينش رعاية كنسية في هاد المذاهب. الكنائس الكاثوليكية والأرثوذكسية هما كنائس رسولية، يعني تأسسوها رسل وتلاميذ السيد المسيح. والكنيسة الإنجيلية هي كنيسة إصلاح، بنت هذه 500 عام من فكر إصلاحي، اللي كان الكنيسة الكاثوليكية في عهد الظلمات كانت تتخبط في سكوك الغفران وفي تجاوزات. هذا الفكر بان، وهو اللي خلى الكتاب المقدس يكون في جميع المؤمنين. وكذلك الفكر الإنجيلي هو اللي أعطى الصورة الحقيقية للمسيحية في العالم، وخلى حقل التبشير يجتهد في العالم. وبالفضل الفكر الإنجيلي شمال إفريقيا كله الآن فيه صيحة وفيه تبشير وفيه مؤمنين عابرين. كما تتعرفوا احنا في المغرب قانون التبشير عندنا جرم. أغلب المؤمنين في المغرب آمنوا بمجهوداتهم الخاصة، بالبحث ديالهم الخاص، بواسطة قنوات مسيحية، بواسطة الانترنت، بواسطة كتب. الصيحة المسيحية في شمال إفريقيا تختلف ما بين المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا وليبيا. كان عندنا واحد اللقاء جمعنا فيه القادة ديال المسيحيين في المغرب العربي، وهاد القادة جاوا باش يعطيو التجربة ديالهم والاختبارات ديالهم في التنظيم وفي الترتيب البيت الكنسي، وكذلك في طريقة التبشير.
هذا اللقاء هذا غنقول لكم واحد النقطه وغتستغربوا، لان منين جلسنا احنا اعضاء ديال المغرب العربي اللي مشاركين فيه تونس والجزائر والمغرب وليبيا كانت غائبه وكانوا موريتانيين، لقينا البرنامج الموريتاني النموذج الموريتاني احسن نموذج، لان الموريتانيين باقيين ما مكتحسهمش داك الثقافه ديال الهاتف النقال والانترنت، تلقى اعضاء ناس تيشدوا الكتاب في يديهم وتيخرجوا للقرى وتيبشروا وتيعيشوا الحالات اللي عاشوها تلاميذ السيد المسيح. لقينا الموريتانيين عندهم واحد القوه روحيه وعندهم فيض روح القدس في قلبهم، وحاولنا ناخذ نموذج كموريتانيا. بالنسبه للمقارنات غنلقاو تونس والجزائر هما الدول الاولى في المغرب العربي اللي عندهم حريه المعتقد، يعني غدا في واحد الطريق الصحيح. حنا في المغرب مازال عندنا امارات المؤمنين، مازال عندنا حامي الدين اسلوب حامي الدين، مازال عندنا زعزعات عقيده مسلم، مازال الحريه الفرديه منغلقه، لان عندنا واحد الفكر ديني في المغرب مسيطر على جميع الافكار وجميع الناس تقريبا. واحد النقطه بغيت نشيرها لكم، المسيحيه هي بشاره ودائما متعرضه للاضطهاد، والاضطهاد عنده واحد الثمره بالنسبه لنا احنا كمسيحيين، ما حتى يزيد الاضطهاد والمسيحيه تزيد تنتشر. هاد الفكر عندنا في الكتاب المقدس. الاضطهاد اللي تعيشه الان المسيحيين المغاربه مختلف. اول شيء اضطهاد عائلي ومن المجتمع، من الاصدقاء ومن المجتمع. اغلب المسيحيين اللي تنعرفوهم الا تعرفوا في العمل ديالهم تيطردوا من العمل ديالهم. عندنا نماذج ديال التلاميذ طردوا من المدارس ديالهم. كذلك مضايقات ديال السلطه. النهار اللي تتعرف شي واحد مسيحي السلطه تتمارس عليه رقابه، تتمارس عليه ضغط، يعني جميع انواع الاضطهاد اللي غتلقاها في دول اخرى وتتعترف بالاضطهاد عندنا حنا في المغرب. عندنا الناس اللي تتشدوا في الحبس ب 48 ساعه ب 24 ساعه وما تيدالهمش محضر تيخرجوا. عندنا ناس اللي تتراقبوا المنازل ديالهم وتدخلهم السلطه بالترهيب. ممنوعين المسيحيين المغاربه مقصيين اقصاء تام من العمل الجمعوي، من كذلك في مبادرات التنميه. ملي تيعرفوك انت مسيحي في مبادره التنميه البشريه اللي تدار في المغرب انت تتقصى. حنا المغرب يعني مسيحيين تعتبروا في الهامش، ما عندناش حتى داك الحس ديال المواطنه، كيفاش تقدر تحس براسك راك مواطن. وكانت تصريحات مباشره من عدد البرلمانيين ومن مسؤولين حكوميين علينا في الصحافه بان نحن مسيحيين احنا كفيروسات، ما عندناش مستقبل في المغرب، كاين اللي وصفنا احنا غير يعني غير تجمعات صغيره. عطاو اوصاف اللي كلها تدل بهذوك الناس يعني ما عندهمش ما تيفكروش بان المغرب غادي في واحد الطريق ديال برنامج ديمقراطي حداثي. عندهم هذوك الناس باقيين عندهم الفكر ديال الخطاب الكراهيه، وباقيين شادين الفكر ديال الاسلام القديم بان الاسلام هو دين جماعه ما تيعترفوش بالفرد. زياره البابا كان علينا ضغط تقريبا شهرين قبل من زياره البابا كان ضغط ديال السلطات على جميع المسيحيين في المغرب. زياره البابا احنا كنا مستعدين ليها، ورسلنا البابا في عده رسائل بينوا ليه بان احنا كمسيحيين في المغرب ترحبوا به وغادي نستقبلوه وغادي نكونوا يعني نشاركوا معاه الصلاه. البابا تعتبر الاب الروحي لعدد من المسيحيين في العالم. زياره البابا للمغرب كانت عندها بعض يعني النقاط ايجابيه. اول حاجه عرف المغرب بانه ارض ديال التسامح والتعايش. بعض النقاط الايجابيه في المغرب مثلا هضر على الاقتناص اللي كانوا بعض الناس تيجي وتيديروه في المغرب، لان خاصكم تعرفوا بان الكنيسه الوحيده في المغرب اللي ما تعطيش شهاده المعموديه هما المغاربه. تيعمدك
ولا مشيتي عنده قلتي له عطيني شهاده المعموديه كيقول لك اخويا نخاف تصيفطني للحبس. الانسان اللي عمدتيه وما عطيتيه الشهاده المعموديه تتنكر الايمان ديالك انت وتتنكر الوسامه ديالك وتتنكر الكنيسه ديالك وفي نفس الوقت تتنكر الايمان ديال داك السيد. درنا ضجه على هذا الموضوع هذا وصيفطنا رسلنا عدد ديال الهيئات الحقوقيه في العالم في المغرب وفي العالم على هذا المشكل اللي عندنا في المغرب اللي الان تيجيو اجانب وتيعمدوك ويصوروك وتيصيفطوا الصور ديالك باش يستافدوا هما من الارساليات. هاد النقطه هضر عليها البابا في الخطاب ديالو وعطى اشاره غير مباشره، هضر على الاقتناص واغلب الناس ما فهموش هاد النقطه هذه وهضروا على حق البابا قال المغاربه ما تبشروش. لا، بابا هضر على هاد النقطه هذه، غير الناس اللي اولوا الخطاب ديالو مشاو في هاد النقطه هذه. الامنيات ديالنا هي مطروحه وكاينه، خاصها غير تفعل، ولا تفعلت حريه المعتقد حنا متاكدين بان المغرب غيكون من دوله رائده في العالم. حنا كمسيحيين الامل ديالنا باش الدوله تدخل معنا في التنظيم وتنظمنا وتحيد هذه العشوائيه اللي تعيشها المسيحيين في المغرب. وما كرهناش وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه تولي وزاره الاوقاف والشؤون الدينيه في المغرب، وكذلك تكون تنظيمات وتكون متابعه، ويعني هذه المسائل هذه لما ناضش النظام والدوله اجتهدت ودارتها راه ما عمرنا ما غادي نقدروا حنا كمواطنين نوضوا نديروها. حنا تنجتهدوا وفينا ناس مسيحيين اللي تيجتهدوا في المجال الحقوقي، ولاني خاص الدوله تنوض وتتحرك باش تعطي واحد النظره، لان العالم كامل الان تيرتكز على حريه المعتقد، وحريه المعتقد هي ام الحريات.